السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واحد الخال جزاك بخير، مرض في هذاك السكري. نعم. وتنسمع في الدكتور شي حلقة يقول لنا ذاك الدرك ديال الهندي مزيان اليوم ذوك اصحاب السكري، زعما تنقولوا زعما الطريقة باش واش تطحن ولا كي غنديروا لي زعما باش نستافدوا منهم. خير ان شاء الله. خير. نعم شكرا. سؤال اخر جزاك تفضل تفضل. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، واحد نتا الكمانه كيقول الكمانه من المن وشفاء للعين، تنقولوا كيقولوا النبته هذه واحد النبته ما كتبقاش الكم ماشي الكمانه، الكم هي الترفاس. كيقول الكم من المن وما وشفاء للعين، زعما فاش كتتواجد عندنا في المغرب الترفاس هي موجوده. الترفاس كاين، الترفاس واحد الفطر كاين بت في الغابه هو الترفاس كياكلوه الناس. هو شي نبته اخرى هذه صافي الترفاس. لا 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 الترفاس، لا الكم هي الترفاس، هذا الحديث حول الترفاس هذا. شكرا. علي هذه الاسئله شخصيه ما عندناش مشكل، احنا علي كيف ما كان الحال نعم لان يمكن احنا لا هذا اكيد. لكن هذا السيد هذا كيقول سمعت بان هذا المشكل ديال راه الدرك كيصلح للسكر، هذه لا ماشي يعني من جمله الاشياء التي تفيد الناس اللي عندهم السكري. الصبار الا لقاه موجود متوفر ياكل ولا ما لقاهش بلاش. الصبار ماشي بقى يسول على الصبار قالوا لي كيصلح السكر، ما بغيناش الناس يتعلموا هذا القضيه. نعم. ولا انا سمعت مثلا واحد العشبه كتصلح، هذا ما الناس ما يتبعوش هذه المسائل، انا لا انصح الناس يتبعوها. نعم. الناس يكتفيوا بالاشياء اللي تخرج من الارض في المنطقه ديالهم، الاشياء الرخيصه اللي كاينه في السوق، الاشياء اللي معتاده اللي كيعرفوها الناس كيعرفوها بسهوله. نعم. ما يجيبش لهم شي سميه من الانترنت ولا شي سميه سمعوها في شي فضائيه يبقى يقلب عليها راه كتعالج ولا كدير شي حاجه، هذا كذب. فالاعشاب لا لان دكتور انتم كنتوا ذكرتوا في الحلقه اللي كنا خصصنا الغذاء للداء السكري، من جمله الاشياء التي تفيد السكري هي الصبار وكاين الزيتون. نعم. وكذلك الصبار هما يعني واش قال لك الطريقه واش اننا غادي نتحلى هذيك الدرقه ديالو ملي تكون دا ماشي دابا صافي دابا ما كاينش الصبار. نعم. لان دابا الدلفه ديالو ما بقاتش فتيه دابا شرفت دابا صافي ولات قاصحه ما تقدرش تكال. ولكن في الوقت ديالو في شهر 6 و7 و8 يعني حتى لشهر 8 تكون باقا شويه فتيه، هذه ممكن ياخذوا الناس هذيك الاذان هذيك الاذن ديال الهنديه هذيك الدرقه الدلفه الهنديه ياخذوها ياكلوها طازجه هكا خضراء، يحيدوا منها الشوك ويطيبوها ياكلوها. هي خضره طريفات. هي خضره ماشي دواء، هي خضره يقطعوها طريفات بحال الشلاضه. نعم. مثلا ويخضروا بها يطيبوها يطحنوها يديروها عصير اي شيء، ولا ممكن يلبسوها ممكن يلبسوها وياخذوها على شكل مسحوق كذلك يضيفوها للاكل ديالهم ماشي مشكل، يديروا في الخبز يزيدوها مع الخبز ولا مع الحساء ولا مع الشربه ولا مع مع الحساء تكون جيده. نعم. يزيدوها مع الاكل ديالهم يعني كتنفع الناس ديال السكري. الناس ديال السكري الا تحركوا وحيدوا الادام. نعم. الا تحركوا وحيدوا اللحوم ما يكونش عندهم مشكل اكيد. يعني ان شاء الله يكون يحيد الدسم. نعم. غير دكتور احنا كنشكرك. نعم. هاد اذا كان عندك شي اضافه يعني لا هاد المنتوجات هذه يعني هو الامر الان مشتبه على الناس. نعم. مشتبه ولذلك بحال مثلا في الغرب كان واحد الوقيته كان واحد الشجار وواحد العنف عندهم في الاسواق ديالهم حتى في امريكا وفي اوروبا كان واحد العنف يعني لا يتصور، كانوا بعض الفلاحه كيجيبوا المنتوجات ديالهم وتيكتبوا عليها غير مغيره وراثيا. كيجيو عندهم هذوك اللي عندهم الانتاج الاخر كيجيو كيضربوهم وكيحرقوا لهم المنتوجات ديالهم ويعني يعني كيعنفوهم. الان لا الان السوق ولا فيه هذه المسائل هذه، حتى اللايبل هذيك يعني هذيك الاشارات اللي كتكتب على المنتوج الان كاينين بعض الناس يكتبوا غير مغير وراثيا كيقول المنتوج طبيعي ولا شيء ولا شيء هذه. وحتى هذيك يعني هذوك ليزورغانيزم يعني هذوك الهيئات اللي كيوقعوا كيرخصوا بهذا الشيء ديال البايو يعني ديال المنتوج الطبيعي بايو بيو ولاو تهما يعني من ضمن باش يكون بايو ما خصوش يكون مغير وراثيا. يصعب لان هاد الناس دابا اللي كيتكلموا على 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 المنتوج بايو على المنتوج الطبيعي واش غير مغير وراثيا، انا اشك في البذور. نعم. اولا تكون البذور طبيعيه ملي كنتكلموا على البايو، اولا تكون البذور طبيعيه ثم تكون تربه ما قاسهاش السماد وما قاسهاش المبيدات، ثم تكون الجو ما فيهش مبيدات وما فيهش معامل لان هذيك الدخان غادي الامطار غادي تطيحهم فوق هذاك المزرعه. نعم. ثم يكون الماء عذب ماء البير ولا ماء ديال العذب ديال الانهار وتكون الانهار حتى المياه ما يكونش فيها مثلا الاكريلاميد وما يكونش فيها هرمونات وما يكونش فيها كلور وما يكونش فيها اشياء هكذا. فنتكلموا على البايو ما يكونش سماد عضوي ديال الحيوانات لمعالجه بالمضادات كما تكلمت له. نعم هنا كنتكلموا على البايو والا يقولوا الناس عندنا بحيره بلديه راه حنا داك الشيء اللي عطى الله هو المهم مرشينا ما درنا ولا كانت بذور طبيعيه. انا كنقول الا كانت غير بذور طبيعيه ممكن نصبروا في المبيدات،
لأن التغيير الوراثي وأخطر من المبيدات وأخطر من الهرمونات بمئة ألف درجة. يعني كشي الناس يفهموا. إذا كان الناس كيقول لك مثلا أنا غنمشي نولي نباتي ولكن عادي المبيدات الخطر ديالها لا يقارن مع التغيير الوراثي. المهم إذا كانت البذور طبيعية والثمار طبيعي والحبوب طبيعية الخضار طبيعية الأوراق طبيعية وخا يكون فيها شوية ديال المبيدات وخا تكون مرشوشة بالمبيدات يكون فيها أثر يعني نقبلوها بدون اي مشكل غير باش نوري الناس يعني الخطر ديال الخطر الكبير هو في التغيير الوراثي وليس في هذه المبيدات ولا حتى في الهرمونات. يعني ان الهرمونات كاينين طبيعيا عند الحيوان بحال السوماتوتروبين. السوماتوتروبين كاينه عند الابقار غير هنا هي السوماتوتروبين اللي كنتكلموا عليها. السوماتوتروبين ار الار هذه المغيره ريكومبايند هذه هي اللي كنتكلموا عليها بحال ار بي جي اش هرمون النمو. هو هرمون النمو كاين عند الحيوانات ولكن الار بي جي اش ديك الار ريكومبايند هذه هي اللي كنتكلموا عليها. ربما نخصوا حلقه للحيوان باش نوريو الناس هذه لان هنا باش ما يكونش مشتبه. الناس يقول لك لا عند السوماتوتروبين. لا السوماتوتروبين ليس خطر. السوماتوتروبين المغير وراثيا الذي يحقن للحيوانات هذا هو اللي خطر. اما السوماتوتروبين راه كاين الحيوان البقره راه عندها السوماتوتروبين ديالها يعني غير كافي ولكن كاين راه عندها. فهنا الناس يعني باش نوريوهم هذا يعني الاهميه والخطر ديال هذا التغيير الوراثي. هذا كما قلت ان يعني حتى المبيدات كما قلت المبيدات ولا بعض الهرمونات ولا بعض المكونات ربما قبلهم الى داروا لهذا المنتوج الطبيعي ديالنا ولا رشيناه بالمبيدات هو احسن بكثير 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 بالمقارنه مع نجيبوا شي حاجه مغيره وراثيا. يعني انا في جميع الحالات سنستعملوا مبيدات واخا مغيره وراثيا هو يستعمل هذا الشيء. نعم اذا شكرا لكم دكتور. والله يعني تشوف المعدنوس يخفض الضغط، القزبر يخفض الضغط، الكرفس يخفض الضغط، اللفت يخفض الضغط، يعني هذه البطاطا الحلوه تخفض الضغط، البطاطا القصريه تخفض الضغط، الثومه تخفض الضغط، البصله تخفض الضغط، القرفه تخفض الضغط، يعني كل زريعه الكتان تخفض الضغط. التركيز على الثوم الفواكه كتخفض الضغط، التفاح يخفض الضغط، الهنديه تخفض الضغط، الرمان يخفض الضغط، البرتقال يخفض الضغط. يعني الناس لا ما في ما يركزون على الثوم لا يركزون على ما سمعوا الخلطات على هذا يعني هذا مصيبات العصر. انا عندي خلطانه سمعت خلطانه لقيت خلطانه قال لي حطينا خلطانه جارتي عندها خلطه وهذه هي اللي غادي تهلك المجتمع. هذه القضيه خلطات لماذا خلطات لماذا الوصفات لماذا خلط لماذا لا يكون نمط العيش جيد. والله انا اقسم زعما هناك اسباب للامراض اذا لم تنتفي هذه الاسباب اذا لم يتوقف الناس عن هذه الاسباب ليس هناك علاج ليس هناك علاج حتى ولو يعني حتى في المستشفى ولو يعني هذا الشخص يبقى في المستشفى شهر وشهرين اذا كان لا زال يتناول اسباب المرض فليس هناك علاج. يجب ان يمتنع عن اسباب المرض ثم طبعا اي شيء ياخذه يعني يكون نافع.